السلام عليكم. النهارده بنعمل انترفيو مع الناس عن اول شيء نشتمت ايه. محمود مجدي، محمد رويني، وعبد الله. والله بسيطه كده، حاجه بسيطه. يعني زي شكل الدبوس. اهو قال لي كان شكل الدبوس. خير ايه حضرتك؟ انت قلت لي جواب قلت عشان تسمع. اول شيء نشتمت ايه حضرتك؟ ايه اول شيء نشتمت؟ انا شتمتها اول شيء من اهل حضرتك. يعني اول حاجه شتموا لي اهلي. اول شيء شتموا اخواتي. قالوا لي يا زكي. شكرا يا خلاص. حلو يا محدش. شكرا على هم كلهم اغبياء. قالوا لي يا زكي. شكرا. ايه مش فاهم في حياتك كلها اول شتيمه؟ طب ما ماشي، ما شتيمه من مين؟ واحد ست واحد راجل. اهلك. طيب من اهلي؟ يعني لا بلاش. قول بس. قول بس قبل ما الصور طبعا عشان نرتب الكلام. طيب عشان طب انت بتذيع فين؟ بتذيع على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ لا يا عم يا باشا، هتذيع ده كذاع تلفزيونات. تلفزيونات ايه؟ طب ورني الكلام. هبقول لك القناه. هبقول لك القناه. لا والله. يا يعني مش فاهم الحكايه دي. فاهم يعني انت اول شيء مش شفتها من اهلك كانت ايه؟ يعني انت مش كويس مثلا؟ مش شتيمه طبعا. لا اقول شتيمه قذره شويه. قول كلمه كده مش كويسه. بجد قول بس. يعني مثلا من واحد صاحبي. قول من واحد. تمام. يعني وصل لك الكلام. قول. لخبطنا على فكره. قول والله. قول بس. كل ده بتصوره صح؟ طب مش هتنفع على فكره. قول بس. قول ولا ايه؟ ليه؟ قول بس ولا يهمك. يعني الشتيمه الطبيعيه بتاعت المصريين. والام والاب. يعني الام مثلا تقول يا ابن الكلب. ماشي. والاب ممكن يا ابن الوسخ. نعمل موقف متهدف. اول شيء مشتمت من اهلك كانت ايه؟ اول شيء مشتمت من اهلك؟ لا ما شتمتش والله. من اهلك؟ طب من صاحبك؟ لا كتير والله. من ايه؟ زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ انا كلام عادي. الشتيمه العاديه دي زي ايه؟ انا عاوز اعرف. مش لازم زي ايه والله. قول عادي عادي. ما ينفعش يا راجل. خلينا على التلفزيون ولا عادي؟ لا دي حاجه بينا عادي، حاجه عاديه مالهاش علاقه بالتلفزيون. لا ما ينفعش يا راجل الكلام. اي حاجه. طيب اي شيء مفيش خالص من اهلك؟ بقول لك ايه بقى، لو سمحت لو سمحت لو سمحت. 1 مينت. 1 مينت. طبعا 1 مينت. انترفيو. انترفيو يا اسطى. ليه انترفيو؟ ايه 1 مينت. لا سوري سوري. 1 مينت. 1 مينت. تتكلم عربي ولا؟ لا. No. What the first insult? My what? First insult in with the parents. Yeah. In Arabic? Yeah. The dawn? What? The dawn? Oh my God. I don't understand. My first insult. Yeah, yeah. First insult. In Arabic? Yeah, yeah. Magno? Magno? Or bidan or something like that? Or what? Or bidan? Or bidan? Yeah. In Arabic. Okay. Thank you. Okay. بقول لك يا باشا معلش، اول شيء ما شتمتها من اهلك. اول ايه؟ اول شيء ما شتمتها من اهلك. رخم. رخم ايه؟ لا ثانيه بس. اول شيء لا قول بس. قول ما يهمكش. قول ما يهمكش. حيوان مثلا. لا قول يعني مين شتم اهلك. طب اول شيء من اهلك. طب اول شيء ما حدش شتمني من اهلي. مين هو يعني؟ لا مين؟ لا الشتيمه كانت ايه؟ الشتيمه كانت ايه؟ الشتيمه. طب ليه يعني طردوا لحد مهندم يعني؟ طب ولا حد اي حاجه؟ ما اي حاجه تشوفها. على حسب الموقف. ايه مثلا؟ لو مثلا ممكن شتم باحترام مع حيوان. مفيش ضيوف بقى مش عادي يعني. المشكله في دي بقى. المشكله في دي يعني ممكن يبقى فيها تيل كتير يعني. يا ابن ايوه انت عايز تكمل؟ ايوه يا ابن الكلب. مع كله بيقول كده. ماشي سلام. السلام عليكم. بقول لحضرتك انا بس مواقف متهكه مع دقيقتين كده برنامج مواقف متهكه. اول شيء ما شتمتها من اهل حضرتك كان ايه؟ للاهل. اول شيء ما اهلك شتموها لك وانت صغير عشان عملت حاجه غلط. ايه؟ لا المعتاد. يلا ابن الكلب دي هي المعروفه. دي مفيش حاجه يعني مختلفه. لا مفيش. شكرا لحضرتك. تكلم عربي؟ طب لا مش صوره، احنا عايزين نعمل معاك مقابله. مقابله؟ ايه اول عادي بس انا عاوز عادي. لا من الهزار عادي. اول شيء مش ما هو عارف البرنامج ايه اساسا؟ ما ماشي انا عاوز برنامج بيحكي عادي لحاجات مواقف مضحكه عادي. بنسال اول شيء ما شفتها من اهلك كانت ايه؟ اول شيء تيما يعني؟ اه
سمتها من ما بس بص انا ما بستمش اول حاجه ومليش في الحوارات بتاعت الشتيمه وبتاعنا عادي انا قالك مش طمكش اي حاجه مثلا عملتها غلط في الطريق الحمد لله خلاص ماشي شكرا السلام عليكم بقول لك بس احنا هنعمل موقف متعكة وحاجات كده فبسألك سؤال ماشي اول شتيمه شتمتها من اهلك كانت ايه اول شتيمه شتمتها من اهلي ايوه ما حصلش لا اكيد حصل طب من صعب اهو اساله خلاص قول طب اكيد حصل اي حاجه خلاص مش انت ويت ولا حاجه دي كانت حاجه الوحيده اللي قالها لي معلش نصيبك بقى طب عايزين رياكشن حلو طب لا اتصرف ايه لا هي عبيط مش هي عبيط والله فعلا ما فيش غير عبيط انا ما حصلش طب من اي صعب غيره اكيد في يعني اي حاجه ما هو لو واحد تاني قال لي حاجه تانيه مش هيبقى صح خلاص تمام ماشي معلش لا 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 عادي ما عرفتش نساعدكم لا عادي هو موقف مضحك عليه يعني حاجات عاديه اول شيء سمعت من قال لك ايه بتهزر بتهزر لا بجد اول شيء سمعت من قال انا مش شتمتش قبل كده وانت صغير